وقع مستشفى الجامعة بالشارقة اتفاقية تعاون مع مستشفى هيمتشان الكوري الجنوبية لتقديم خدمات طبية متقدمة للعمود الفقري والمفاصل في مستشفى الجامعة بالشارقة. وتتكون استفادة المرضى من خبرة مستشفى هيمتشان في إجراء العمليات الجراحية ذات التدخل المحدد للعمود الفقري والمفاصل وعلاجات إعادة التأهيل ذات الصلة بهذه الجراحات، بما يسهم في تقليص مدة إقامة المرضى بالمستشفى وزيادة معدلات النجاح مقارنة مع جراحات العمود الفقري بالطرق التقليدية، وتعزيز سلامة المرضى. وحضر مراسم توقيع الاتفاقية سعادة عبد الله علم حيان رئيس مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة ورئيس هيئة الشارقة الصحية، إلى جانب كل من سعادة الدكتور عبد العزيز المهيري نائب رئيس مجلس أمناء المستشفى الجامعة بالشارقة ومدير عام هيئة الشارقة الصحية، والدكتور لي سوتشان رئيس مستشفى هيمتشان والعديد من العاملين في القطاع الصحي.